زوار ومتتبعي الدخلة 24، نرحب بكم في هذا اللقاء الخاص مع السيدة مديرة الوكالة الحضرية لواد الذهب أو سرد، السيدة حياة صبري. حياة صبري كما هو معروف هي مهندسة دولة درجة مهندس رئيس، تقلدت مناصب مسؤولية على المستوى المركزي وشاركت في مؤتمرات وتكوينات على المستوى الدولي في دول عالمية عديدة. إذا نبدأ على بركة الله الحوار مع السيدة المديرة. يعني ممكن السيدة المديرة تعطينا المهام ديال الوكالة الحضرية بجدول الذهب كبيرة؟ أولا كنشكركم على هذا اللقاء. الوكالة الحضرية كما هو معروف مؤسسة عمومية عندها الاستقلالية المعنوية والمالية، وهي تابعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالتعمير. المهام الأساسية للوكالة الحضرية لوادي الذهب أو سرد على غرار جميع الوكالات الحضرية، التخطيط الحضري يعتبر من بين المهام الأساسية للوكالة الحضرية. ومني كنتكلموا على التخطيط الحضري فإننا كنتكلموا على وثائق التعمير بمختلف أنواعها، من مخطط مديري للتهيئة الحضرية، من تصاميم التهيئة الحضرية إلى تصاميم النمو في المناطق القروية. كتشتغل كذلك الوكالة الحضرية في مجال التدبير الحضري، واللي كتهم دراسات التقنية للمشاريع اللي ستعرض للترخيص، والوكالة الحضرية كتعطي الرأي ديالها التقني على المستوى التعميري والهندسي، وتحرص على تطابق المعايير المعتمدة لدى المشاريع للقوانين الجاري بها العمل. الوكالة الحضرية كذلك تعتبر مؤسسة مواطنة، لأنها كتعمل على بقوة اقتراحية للمجالات اللي كتدخل فيها، وكذلك كتعطي واحد تصورات لتحسين المشهد الحضري في إطار المواكبة التقنية لجميع الفرق ديالها ملي كيطلبوا منها هذه المسألة. هذه كتعمل كذلك على تحسين المشهد الحضري، التسويق المجالي في عديد من الدراسات، على سبيل المثال مخطط لو بلون فيغ، مخطط الأخضر المدينة الداخلة اللي هو في طور الإنجاز، إعادة لا ميزانيفو اوربان، التهيئة الحضرية للمنطقة الصناعية اللي انتهت منها الوكالة الحضرية، واللي الهدف منها هو اقتراح بعض التصورات اللي من شأنها ان تحسين المشهد الحضري للمنطقة الصناعية، اللي كنعرفوا الدور ديالها المهم، وكذلك من اجل الاندماج ديالها في النسيج الحضري اللي كنعرفوا بانها الان تعاني من كثير من الاختلالات في مستوى المشهد الحضري. كتشتغل كذلك في دراسات مختلفة اللي كتهم قطاعات أخرى، فعلى سبيل المثال اشتغلت الوكالة الحضرية على التنقل الحضري من أجل إعطاء واحد نظرة استراتيجية لتدبير التنقل الحضري على المستوى المتوسط والبعيد. كذلك كتشتغل كذلك في مواكبة القطاع السياحي، لأننا نعرف بأن وثائق التعمير فتحت مناطق سياحية عديدة، والوكالة الحضرية كتشتغل حاليا على إعطاء واحد تصورات من أجل تتمين هذه المناطق السياحية، من أجل أن تلعب الدور اللي المناط بها من أجل رفع جاذبية المدينة، وكذلك من أجل تهيئة هذه المناطق من أجل احتضان مشاريع سياحية مهمة. الوكالة الحضرية كذلك المهمة ديالها هي مساعدة مواكبة المستثمرين، وهذا الشيء كيجي في المواكبة ديالهم، لأن الوكالة الحضرية قامت بواحد الدور هام في مواكبة المستثمرين من أجل إخراج حيز الوجود المشاريع، واللي اللي وضعت رهن الإشارة ديال المهندسين المعماريين لابخي انستركسيون، يعني الدراسة القبلية للمشاريع من أجل تسهيل الدراسة في مستوى لجنة الطرق، ولتفادي تكرار الاجتماعات اللي كتخص دراسة التصاميم المعروضة على جميع الأعضاء لإبداء الرأي. هذا بشمول الدور الأساسي للوكالة الحضرية، وهي كتعتبر بأنها مؤسسة مهمة نظرا لتوفرها على المعلومات الخرائطية، المعلومات التعميرية، وكذلك على ضبطها للنسيج الحضري، وكذلك عندها واحد كتقوم ببلورة رؤية استشرافية لجميع التكتلات الحضرية من أجل تفادي الإشكالات اللي تقدر تعيشهم المدن أو التكتلات
المسؤولات العمرانية والاستفادة كذلك من الأخطاء ديال تجمعات حضارية أخرى في إطار دراسات معمقة من أجل التحضير لمجالات تنافسية. شكرا استاذة حياة صبري. يعني كنعرفوا بان مدينه الداخله يعني كتعرف واحد النمو سريع، يعني كتنمو بسرعه، وان العمران يعني توسع يوم من بعد يوم. وفعلا يعني الوكاله الحضريه عندها دور كبير باش تحسن مظهر المدينه ورفع الجاذبيه ديالها. الا ان عندنا مشكل في مدينه الداخله كيتجلى يعني في ان هناك جيوب تعاني من الهشاشه. على سبيل المثال يعني البراري مول رشيد وحي اطلس، يعني الى اي حد وصلت الوكاله الحضريه يعني في القضاء على هذه الجيوب؟ فعلا كيف ما قلتي، مدينه الداخله تم الاعلان عنها مدينه بدون صفيح منذ 2010، وقدرات المدينه تخلص من 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 مجمع كارثي كما تجدر الإشارة إليه، لأنها تخلصت فيه، ولكن في فترة وجيزة. هذا ما كنظن بأنه مكسب كبير لمدينة الداخلة أنها قدرات تعلن على أنها مدينة بدون صفيح منذ سنة 2010. إلا أنه عندك الصح بأن لو بيدون فيل السكن الصفيحي ماشي هو الوحيد اللي كيتميز بالهشاشة، هناك أحياء أخرى تعاني من بعض الهشاشة اللي كنذكروا منها حي المطار، حي مولاي رشيد، الفطيحات. قامت الوكالة الحضرية بهذا الصدد بواحد الدراسة مهمة اللي سمتها التجديد الحضري ومحاربة السكن غير اللائق. الهدف من هذه الدراسة اللي تم الانتهاء منها هي أنها تعطي واحد تصورات التدخل في هذه الأحياء بنظرة تجديد حضري، ماشي الهدف منها هو القضاء على السكن الغير اللائق وحده، ولكن بواحد الصورة استراتيجية اللي كتجعل من أن المدينة تجعل من هاد الأحياء أحياء تعرف واحد تجديد حضاري. اهتمت الدراسة كذلك بمساحة العروسيين وكيفاش تقدر تعاود النظر في التركيبة ديالها العمرانية، وكذلك بهاد الأحياء هادو. إذن هذه الدراسة منتهية، وطريقة التدخل كان جابها مكتب الدراسات. كتبقى البرامج المقبلة هي اللي كفيلة بلاميزونوف، يعني بتفعيل خلاصة هذه الدراسة، ربما في البرامج التهيئة الحضرية أو برامج مختلفة مستقبلية. إذن يعني سؤال أخير أستاذة حياة صبري، يتعلق الأمر بالحصيلة ديال العمل ديال الوكالة الحضرية لجهة والذهب في الثلاث سنوات الأخيرة. إذن في الثلاث سنوات الأخيرة الوكالة الحضرية ركزت بشكل أساسي، وذلك في إطار تفعيل استراتيجية الوزارة الوصية على هذا القطاع في الماضي قدما في بشأن تغطية وثائق التعمير. كيف ما نعرفوا بأن المخطط المديري للتهيئة الحضرية لخليج واد الذهب اللي تم الانتهاء منه فتح مناطق سياحية، مناطق جديدة للتعمير، وكانت توقعت واحد الاتفاقية مع المنتخبين ومع ولاية جهة والذهب لاستكمال وثائق تعمير جديدة اللي من شأنها أن تدقق أكثر في التوجهات الكبرى لمخطط المديري للتهيئة الحضرية. إذن كنعتبروا بأن هذه الاتفاقية هذه اتفاقية مركزية اللي اشتغلت على الوكالة الحضرية، لأن الهدف منها تغطي استكمال خليج واد الذهب وثائق التعمير، والأهم من ذلك هي الشراكة اللي تقامت مع الفاعلين المحليين من أجل هاد تحمل هاد العبء بجميع المتدخلين. كذلك المسألة الثانية اللي اشتغلنا عليها هي أننا قمنا بتفعيل التوصيات ديال واحد الدراسة اللي مهمة اللي كانت منتهية، وهي اللي كنتكلموا على المراكز الصاعدة. المراكز الصاعدة كيف ما كنقولوا بأن مدينة الداخلة حاليا كتأوي أكثر من 90% من ساكنات الجهة، وهذا في حد ذاته خلل في التوازنات التوزيع ديال الساكنة في المنطقة. الهدف من هذه الدراسة اللي جات به هو كيفاش نفكروا في مراكز صاعدة اللي من شأنها أنها تخلق واحد المجالات قادرة على إعادة بعض
تدريجيا بعض التوازنات والتركيز على الجماعات اللي تقدر تلعب واحد الدور مكمل لمدينة الداخلة. هذه الدراسة خلصت التعريف بمراكز صاعدة جديدة اللي نتكلموا على العرقوب، نتكلموا على بيرانزران، نتكلموا على بيرغندوز وبيرانزران. إذن هذه الدراسة هذه جات وبينات واحد العلاقة ثنائية مهمة اللي تقدر تربط ما بين هذه الجماعات بقرى الصيد المجاورة لها في إطار ثنائيات قطبية اللي تقدر تلعب واحد الدور اقتصادي مهم. إذن شنو الدور الوكالة الحضرية في في تفعيل خلاصات هذه الدراسات؟ هي شمولية هذه الجماعات الواعدة وقرى الصيد المجاورة لها بوثائق التعمير اللي من شأنها هو ضبط الحركة التعميرية وتتمين الموارد الطبيعية من أجل مواكبة هذا الإقلاع، ربما هذا الإقلاع الاقتصادي اللي تقدر تلعبه هذه الثنائيات. فعلى سبيل المثال الدراسة بينات بأن مدينة الداخلة والعرقوب ونتيرفت تقدر تلعب واحد ثلاثية قطبية مكملة لبعضها، وتقدر تلعب واحد الدور في إعادة انتشار السكينة بخلق واحد الأنشطة الاقتصادية الجديدة. نفس الشيء مثلا في بيرانزران، ملي كنتكلموا على بيرغندوز مع المهيريز هو ثنائيه قطبيه مهمه، لذلك اشتغلنا على شمل هاد الجماعات هادو كذلك بوثائق التعمير اللي تواكب هاد الديناميكيه في هاد المراكز. اشتغلت كذلك الوكاله الحضريه في عصرنه الاداره ديالها، كما تعرفوا الوكاله الحضريه كانت حصلت على شهاده الجوده في 2012، وهذا كنظن بانه مكسب الوكاله الحضريه لانها طورت في طرق واليات العمل ديالها، وتبين بان هذا النظام الجوده اللي تبناته الوكالة الحضرية ساعدها على أنها تعطي واحد الخدمات أهم بطريقة عصرية، بطريقة سريعة، بطريقة أنجع في مواكبة الزبناء ديالها اللي كنعتبروهم هما المواطنين، المهندسين المعماريين، الإدارات، المنتخبين إلى آخره. كذلك كيف ما قلت في الاول درنا لو سيت ديال لابري انستركسيون، يعني الدراسه القبليه الالكترونيه اللي كتمكن الارشيتكت والمهندس المعماري انه يتواصل مع الوكاله الحضريه باغ الايميل عبر البريد الالكتروني، ويتوصل بالملاحظات بدون داعي لانه يدير واحد لي بلون، يدير واحد التكاليف ديال التصاميم قبل عقد الاجتماعات، وهذا كيمكنهم انهم يتفادوا كثير من التاخر في استصدار الملاحظات التقنيه بالنسبه للمشاريع اللي كيعرضوها على لجان الطرق. كلمه اخيره، اولا كنقول بان الوكاله الحضريه كتبقى كذلك مؤسسه مواطنه، انها زعما مستمعه لجميع الزبناء ديالها، وكتبقى كذلك الهدف منها هو تحسين المناخ ديال المدينه على مستوى المشهد الحضري، مستوى التعميري والهندسه المعماريه. كنشكر كذلك قناه الداخلة 24 على هذا اللقاء اللي كيبين كذلك اللي كيحاول يبرز الاهميه ديال المؤسسات العموميه ويعرفها اكثر للمواطن العادي بالمهام ديالها بالانشغالات ديالها، باش يكون واحد التجاوب مع المؤسسات مع انشغالات الساكنه. إذن شكرا للسيدة مديرة الوكالة الحضرية لواد الذهب أو سرد السيدة حياة صبري على هذا اللقاء اللي خصصته الموقع الداخلة 24، ونتمنى ونلتقيه في فرصة قادمة بحول الله.